هاي لازم تهتموا اكثر باكثر. ان شاء الله نشوفكم بمؤسستكم المصغره ان شاء الله. ليش ما ضمن هذه فرصه لا تعوض زوجة السادة، وخاصة في موقع هكذا وباكل الاسباس موقع بعد هذا اللوم أحييك. شوف هذا فوقي هذا احنا نعرفوا انه اليوم الشاب هو في اخر مسار الكورسوس سكولار تاعو، واش الحاجه اللي تهمه غدوه يتخرج وين يروح. احنا ماناش نحوسوا نخلوه يبقى في هذيك، راح نولي صفه البطال. احنا اليوم رانا هنا نقولوا له اليوم لا ناد تقدم لك الخدمه، واللي هي اليوم انت طالب وتقدر تخلق لو بوست دومبلوا وتخدم معاك حتى شباب اخرى، لانه اليوم الجامعه راه وسط اللي يقدر يستقطب فيه هو كشاب كل الخبرات وكل المعلومات، وحنا كأنا نرافقوه من الفكره حتى تسييد المشروع. اليوم لانه كاين تسهيلات للشباب، اللي منها المساهمه الشخصيه بالنسبه للشاب الطالب والشاب البطال اللي هي ب 5% عوض 15% للمشاريع الاخرى، وهذا كتحفيز للطلاب.